إخواني أبناء المواطنين والمقيمين، لأن اليوم أزمة صحية عالمية عابرة للقارات ولا تلوح في الأفق نهاية لها، ما يستوجب استعداد لكافة الاحتمالات أن المواجهة الفعالة لهذا الوباء تتطلب فزعة كويتية عامة واستجابة وطنية شاملة ووعيا كاملا وتعاونا جادا. لقد شهدنا بأعيننا ما حل بدول عظمى من صور مؤلمة ومحزنة أحدثها هذا الوباء القاتل بسبب التهاون واللامبالاه. إننا نخوض معركة فاصلة ضد عدو شرس، وهي معركة الجميع تستوجب الالتزام الجاد بتعليم السلطات الصحية وأهم تجنب التجمعات وأسباب العدوى، فهي الوقود الذي يذكي نار الوباء. الشعب من الشعب سمعا وطاعة، فإليك الكلمة أمير الخير، لك الخير يفداك كل الشعب يا معلمة. يمناك يصلاك شعب واحد وأنت ملهمة، أبحر بنا قائد الإنسان كفاك أرواحنا المسالمة. كونوا دعاة الخير أرض اسمتوا عن شرار الكلمة، وعنوا تساموا وتعالوا بكم الكويت تبقى سالمة. عاشت لنا الدار والشعب ذا حبه قد قدمه.